صباح الخير من جديد إلى جميع الأعزاء المستمعين يلي عم بيرافقونا السمع منذ بداية حلقة كندا إكسبريس لليوم الخميس 6 حزيران جوان 2024، أو انضموا إلى السمع بهالأثناء ليستمعوا إلى مقابلة اليوم. وبحلقة جديدة من برنامجنا الإذاعي كندا إكسبريس، تحديدا في هذا الأسبوع يلي هو الأسبوع الكندي للموسيقى اللي ابتدى بالأول من الشهر الحالي حزيران، بيستمر للثامن من الشهر. بهالأسبوع نخوض في عالم الموسيقى الآسر والساحر ويلي فيه بتتجاوز الموهبة الحدود والثقافات. بهالمناسبة بيسعدني اليوم أن أحاور مغني متميز على الساحة المحلية والعالمية يسمى بالكرونر. هو رح يشرح لي لاحقا معنى هالكلمة، يمكن منكررها من دون ما نفهم لماذا شاب متميز على صعيد الغناء. يمكن اليوم صفة كرونر كتير بتهمه، لماذا هذه الصفة؟ وهالشاب يلي رح استضيفه اليوم رغم أنه أرغم على مغادرة بلده الحبيب سوريا ومدينته الغالية أيضا حلب بسبب الحرب، ولكن هالأمر ما أثر على طموحه، ورحلته الموسيقية لا تقل عن كونة استثنائية. هو حاليا شخصية يحتفى بها في المشهد الموسيقي الكندي وبجسد جوهر الصمود المروني والفن والشغف اللامحدود. ويوم الأحد الماضي صعد إلى المسرح بأداء ترك الجمهور مأخوذ مسحور، ما يدل على التزامه الثابت. ومن المسارح الكبيرة للمناسبات والأحداث الخاصة، صوته ما بيعرف حدود، بحيث يقدم الأغاني بسلاسي للمستمعين بعدة لغات. كل نغمة من هالنغمات اللي بيقدمها فيها تذكير مؤثر باللغة العالمية للموسيقى. بيسعدني بصباح هذا النهار أن أستقبل عبر هواء إذاعة الشرق الأوسط مات مارديني. صباح الخير. يا صباح الخير. أول شيء thank you so much، مرسي كتير على هالمقدمة الرائعة. يعني حكيتي عني أشياء أنا بتمنى أكون قدها. يعني على كل، يعني أكيد أدى كرمال هيك. عم نسعى نحن بمناسبة الأسبوع الموسيقي الكندي أن نضيء على مسيرتك، على التحديات يلي ممكن تكون كمان تجاوزها. يلهم الكثير من الأشخاص اللي عندهم مواهب، إن كان بالفن بالموسيقى أو بغيب أي مجال آخر، كمان كيف يقدروا يتخطوا هذه الصعوبات. ونحكي عن تأثير التطور أيضا يمكن بين التحديات. على كل، خليني ارجع للبداية. اليوم من حلب وصلت لكندا بظل ظروف فعلا قاسية، رغم ذلك ما تركت حلمك اللي كنت بدأته أكيد بسوريا، وأطلقت كاريير موسيقية ناجحة ما كانت سهلة. يعني كان في الكثير من التحديات اللي واجهتها على طول الطريق. بس قبل ما نبدأ خليني فسر لي أول شيء شو يعني كرونر. كرونر هو شيء أنا اكتشفته هون أكثر ما اكتشفته بسوريا. كرونر هو لحتى نشرح أكثر النمط الموسيقي اللي أنا اللي بقدمه، لحتى يكون الشرح أوضح وواضح. أبسط مثال للكرونر هو فرانك سيناترا، لأنه هو أشهر كرونر عالمي. كرونر هو المغني، إذا بدنا نعملها حتى ويكيبيديا، هو المغني الشاب الذكر اللي عنده صوت رومانسي وبيأدي الأغاني العاطفية وبنفس الوقت بيمتلك مساحة صوتية جيدة. لقب الكرونر هو شيء أنا اكتشفته مثل ما قلت لك هون عن طريق موسيقيين، لما بلشوا يشتغلوا معي ويقولوا لي you're a crooner، أنه درست القصة أكتر واكتشفت أنه إيه هذا بيلبق لي، يعني بيشبهني. فاعتمدت هذا الموضوع. وطبعا أكيد الصحافة الكندية هي اللي كتبت وبلشت كمان القصة لما صاروا يسموني The Syrian Crooner. لأنه عالميا يمكن أنا الوحيد على مستوى العالم أنه انعرفت ككرونر وبنفس الوقت من أصل سوري. خلينا هون بين هلالين نقول أنه أنت المغني من أصل سوري الأول يلي اعتلى مسرح سانتر بيل وغنى فيه. هذا أكيد شيء بيشرفني كتير، وأكيد كان التوقيت مناسب. أكيد النجاح بهالمناسبة، بس بقالك شغل، النجاح أنا برأيي هو توفر ثلاث عوامل صعب يتوصلوا سوا، أن يكون الشخص المناسب بالمكان المناسب بالوقت المناسب. وبمسيرتي بالحياة، إن كان بالحياة الشخصية أو بالحياة المهنية، الحظ بالنسبة لي هو توفر هالثلاث عوامل مع بعضها، واللي أنا ثابت أنه توفرت هالثلاث عوامل بكذا مكان بكذا وقت.
بالعودة لسوريا، أنا أكيد من مواليد حلب، بس من حلب لكندا كان في محطة كتير مهمة بحياتي هي الشام بدمشق. أنا كنت the resident singer بشيراتون دمشق لمدة 8 سنين. هاي المرحلة كتير كانت حلوة بحياتي كمان، اللي انتقلت فيها من حلب للشام، واللي هي كانت هجرة داخلية. يمكن هي ساعدتني أنه لما كان عندي الهجرة الحقيقية هي من بلد لبلد، ما كانت مفاجئة بالنسبة لي، لأنه الهجرة الداخلية اللي عملتها من حلب للشام فيها عوامل تشبه الهجرة الحقيقية، اللي هي بتغيري فيها البلد وبتروحي على مكان جديد، ما حدا تنفصل عن الأحبة عن الذكريات والأماكن تماما. أنا بالشام رحت كمان كشاب صغير ما بعرف حدا هنيك، وبلشت حياتي، وكمان كنت بالموسيقى. هلأ المفارقة أنه أنا بسوريا طموحاتي الموسيقية كنت حاددة، يعني أنا ما كنت عاطيها المساحة اللي هلأ أنا عاطيها إياها، لسبب بسيط أنه أنا بسوريا كنت بغني هذا النمط نفسه اللي هنيك اسمه الغربي، واللي هو هون اسمه المحلي. فكموسيقي بيقدم أنماط موسيقية ما أنا محلية، يعني أنا ما بغني عربي، ما بغني شرقي، انتشاري رح يكون محدود، وانطلاق نحو العالمية رح يكون أكيد كتير صعب. انطلق من سوريا نحو العالمية بشيء أنا بغنيه مختلف عن اللغة الأساسية، اللغة المحكية بالبلد اللي أنا عايش فيها اللي هي سوريا. فلذلك أنا كنت مكتفي بأنه مارس مهنة الموسيقى اللي هي شغف أكتر من أنه مهنة، بس بإطار معين، وما كان في هذا الطموح العالمي. الصراحة أنه نقلتي لكندا، وبعدين بعد كذا سنة كمان بالبدايات، أنا بصراحة لما جيت لكندا ما كنت حاطط طموح موسيقي عالي، لسبب أنه كان في عندي تخوف داخلي أنه أنا في مثل بيقول شو جاي يبيع مي بحارة السقايين، أنه يعني أنا كيف بدك تواجه كل هذا العالم الموسيقي الكندي كمهاجر؟ في لغة ألو رح نعاود الاتصال بمات، من الواضح أنه فقدنا الاتصال، رح نعاود الاتصال فيه مجددا. بهالأثناء برجع بذكر الأعزاء المستمعين، عم نتحدث بمناسبة أسبوع الموسيقى الكندي يلي كمان خصصت فيه فعاليات وندوات ركزت هالسنة على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الصناعة. أكيد رح نرجع نحكي مع مات عن حول الموضوع، وكيف ممكن الذكاء الاصطناعي يأثر على مستقبل الموسيقى، خصوصا بالنسبة للفنانين يلي بيمزجوا مثل ما الأساليب التقليدية مع التقنيات الحديثة. مات رجعنا على الخط. مات، كنا عم نحكي عن وصولك إلى كندا وهالتحديات يلي واجهتها. فموضوع أنه أنا لغتي الأساسية هي عربي، يعني أنا بحكي لغات، بس أكيد مو بنفس السوية اللي هي ابن البلد اللي ولد هون، واللغة الأساسية تبعيته اللغة الأم هي الفرنسي وأكيد أو الإنجليزي، وأنا جاي غني بهاي اللغات. فكان في تحدي أكيد أول شيء بما يخص النمط الموسيقي الغنائي اللي أنا بعمله، أنه بسوريا أنا كنت متميز أنه شخص محلي بغني شغلات عالمية، هون عم بقدم الشيء المحلي لألون. بس بعدين اكتشفت أنه حتى الموسيقى أنا عم بقدم اللي هي الكرونر، ما أنا بنفس لنقول المنافسة فيها موجودة طبعا، بس بشكل أقل من أنماط موسيقية تانية مثل الكلاسيكال أو النيو إيج أو المودرن. بس أكيد تحديات والصعوبات موجودة، مو بس بالمجال الموسيقي. أي مهاجر حابب يعمل شيء ببلد جديد رح يواجه تحديات والصعوبات، وهي نفس الميثود، نفس الطريقة لحتى واحد يوصل للشيء اللي بده اياه. ما بدي اسميه النجاح لانه النجاح كلمة نسبية، المهم تحقيق طموح، تحقيق شيء، هدف واحد يحطه لحاله ويشتغل عليه حقه. نعم. وما ينسى انه بخضم هذا الشيء اللي عم بيعمله ما ينسى السعادة اللي هي بتجي اساسا من اشياء ما لها علاقة بالشيء اللي عم يشتغله.
الرضا يعني الرضا والساتسفاكسيون يلي ممكن الاعمال اللي عم بيأديها تعطيهن. بس رغم انه عم تقول النجاح سلبي، ما فينا ننكر انه الكونسير الاخير يوم الاحد الماضي كان ناجح، كان لافت بحضوره المتنوع، يعني ليس فقط كان ربما متوقع انه يكون الحضور هو يكون من الجالية العربية والسورية تحديدا، ولكن كان في كتير من الاشخاص الموجودين ذات جنسيات اجنبية كندية كبكية وغيرها. هل تنوع انعكس على جمهورك اليوم بتغني بلغات متعددة وأنواع مختلفة أنماط مختلفة، بعدك عم بتطور حالك؟ يعني كندا كبلد مضيف هل عم بتساعدك كمان تستمر بتطوير حالك وموهبتك؟ أكيد. هلأ أنا بالبدايات أول ما جيت ما كان عندي لنقول الدراسة الموسيقية تبعيتي كانت خجولة، هون طورت حالي، أخذت فوكل كوتشينج واشتغلت على موضوع الصوت بشكل أعمى. لا شك أنه تعاملي مع موسيقيين على سوية عالية جدا 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 من الحرفية والثقافة الموسيقية، هذا كمان بينعكس بشكل إيجابي علي. يوم الأحد عم تحكي رانيا عن الحفلة، أكيد أنا فخور جدا بالحفلة لأنه هي نتيجة عمل جبار أخذ مني كتير وقت للتحضير. أكيد الجمهور الرائع هذا سبب سعادة كبيرة، ومثل ما قلتي أخذنا الإحصائيات كان عنا بحدود 60-63% هنين جمهور محلي من أصول غير عربية، بالإضافة لجمهوري اللي أنا بفتخر فيه واللي هو دعمي وسندي اللي هو الجمهور السوري واللبناني والجنسيات العربية الثانية. بس أكيد أنا فخر إلي أنه قدرت أجمع كمان ناس محليين هنين كيبيكوا من أصول الكيبيكوا الأصليين أو الإنجليش كيبيكرز اللي كان موجودين بشكل كبير، والكيبيكوا اللي من أصول تانية إيطالية أو أي شيء تاني. بس الجانب الثاني اللي كمان بعني لي كتير واللي له نفس الأهمية بالنسبة لي اللي هو أنه الموسيقيين اللي معي هم من أهم موسيقيين البلد من ناحية الحرفية والعلمية. فاليوم أنا بس بشعر بفخر كبير لما بسمع جمهور عم بيستمتع بالشيء اللي أمن عم بقدمه واللي هو بين قوسين هو إحياء للتراث الموسيقي المحبوب اللي كل غنية منه إلى ذكريات معنا. فأنا اليوم ككرونر عندي ميشن أنه عندي مهمة أني حافظ على هذا التراث وضلني عم بقدمه بمستوى وسوية عالية. فاليوم الموسيقيين اللي عم يشتغلوا معي اللي أنا فخور أنه عم يشتغلوا معي استمتاعهم بالعمل معي هذا مصدر فخر كبير لألي ومصدر إلهام. يعني اليوم لما عم بسمع الفيدباك هلأ عم يبعتوا لي الإيميلات كلهم بيقولوا لي إنه كتير استمتعنا بالعمل معك، كتير حبينا التعامل إن كان المهني وإن كان الموسيقي. هذا من أحد الشغلات بالإضافة للجمهور الرائع هو اللي بيدفعني دايما إنه ضلني عم يشتغل على نيو بروجيكت، على مشاريع جديدة وعلى اكتشاف طرق جديدة للوصول لطموحي اللي هو وصل هاي الرسالة تبعيتي للعالمية عن طريق انه انا اول مغني لنقول من اصل سوري عم بينتشر عالميا ككرونر. مات مارديني، لأنه الوقت بيمرق كتير بسرعة على الهواء، أنا رح مر على السؤال الخاص بالذكاء الاصطناعي، ولكن حابة ننهي كمان اللقاء إذا هيك منجاوب بشكل مقتطب على سؤال الذكاء الاصطناعي اللي ممكن لاحقا نرجع ندخل فيه بتفاصيل أكثر لأنه مجال كتير واسع وحابين نستفيد من خبرتك فيه، ولكن حابة أنهي كمان اللقاء من بعدها بهيك مقطع صغير نسمع صوتك فيه، هيك نبتدي نهارنا نقلعب نهارنا بشكل مميز. بس بشكل سريع، التأثير الذكاء الاصطناعي هل بخوفك؟ أبدا، لأنه الإبداع البشري أنا برأيي كتير صعب الذكاء الصناعي يقدر يأخذ مكانه. نعم، رح نخلي موضوع الذكاء الاصطناعي، بتوعدني بلقاء آخر نحكي فيه عن تأثيره على فرقتك الموسيقية، على أدائك وعلى كل هذا الموضوع. فينا نسمع صوتك قبل ما ننهي اللقاء؟ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres et sur l'humble garni qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. Allah, je m'en rends compte.
أنا ما رح زيد ولا كلمة، ما رح زيد ولا كلمة. منتمنى لك كل التوفيق مع تمرديني، ضلك ملهم لكل أفراد الجالية اللي عم يسمعونا اليوم، وما في حدود أبدا للطموح. نحن موعودين بلقاء آخر نحكي فيه بتفاصيل أكثر، ولكن شكرا لمشاركتنا هذا الوقت صباح اليوم. مرسي لكم وبتشرف دائما. شكرا لك، يومك سعيد.